في زمن تعتبر فيها كرة القدم أحد أهم وسائل الترفيه، فيها يجتمع المشجعون من أجل التخفيف عن ضغوط الحياة والعمل، يشجعون فريقهم بقوة، يتحمسون لكل مباراة ولكل لمسة. مؤخراً شهد العالم ظهور وباء عالمي قضى على هذه المتعة، متعة تنسيك هموم ومشاكل الحياة، متعة بصرية وروحية، متعة تم حرماننا منها من أجل الحفاظ على أنفسنا وعلى الناس. اليوم الكل محجور في بيته ينتظر سماع خبر انتهاء هذا الكابوس، الكل في بيته يشعر بالملل لأننا نقوم بنفس الشيء ذاته كل يوم حتى أصابنا الملل، ولكن جميعنا على يقين بأن بعد العسر يسرا. وبالضبط في إسبانيا الوزير الأول يعلن عن عودة الدوري الأكثر متعة في العالم، دوري أفضل فريق في العالم، الدوري الإسباني لليغا، رسميا يعود للحياة. ومعه تعود المتعة، ولو أننا سنتابعها فقط في التلفاز، ولو أن الملاعب التي كانت مملوءة يوما ما ستصبح فارغة، إلا أن حب المستديرة واشتياقنا سيغطي على كل شيء. يدا في يد سنستعيد عالمنا الذي اشتقنا إليه. ابقوا في منازلكم، فنحن على بعد خطوة واحدة من أجل الفوز بالمباراة الأهم، مباراة البشرية ضد البقاء.